الحديث عن المهرجان كذلك الحديث عن جدائد كمال شنيح. أهلا وسهلا شنان بك شنان، عفوا، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، الله يسلمك مرحبا بك، هذه عزيز أول مرة الشريف، على قناة النهار. أول مرة. نعم، أهلا وسهلا بك إن شاء الله سيدي سي با الكريم. لا ديرنيير فوا. يقولوا الزول الزول في اللون. نعم، هاي الزولي في اللون، الزولي الزول في في اللون، اللون. فوالا. إذا كمال، أولا نقول لك مبروك الألبوم الجديد، يعني الله يكفيك يا ليك، أخبار ميرسي. ولحقتنا أنك ألبومك وجد، يعني طبعا أنا سور مارشي، ويعني ما عندوش بزاف من اللي خرج، نعم يعني 11 تيتر. نعم، بعنوان الحرام. الحرام 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 اللي واش ما خدم. نعم، حدثنا عن الألبوم الجديد إذا كان بالإمكان، شحال فيه من أغنية، اسكو فيه يعني بعض الأغاني عاودتها للفنانين نو قبائل؟ سي لي شونسون تاعي كاع جدد. نعم، بعد فيها 11 أغنية. نعم، هي بوكو دو سوجي لداخل، بوكو دو ريتم فاري. مثلا المواضيع اللي تغنيها؟ المواضيع يا سوسيال يا دامور يا يعني متنوع. متنوع اكزاكتومون. مع من تعاملت ربما الكلمات؟ الكلمات خدمتهم مع محمد حك، نسلم عليه في هذا الوقت، وماسيني سالزيك سي مون بروديكتور امازيغ. نعم، في ثلاثة بريبارينا اونسومبل، ونيفو دي زارانجمون استدار كي شغل التعديل الموسيقات ايتو كاين نبيل الحمزاوي لارانجور، نحيه في هذه المناسبة. فوالا. نعم، طيب احنا ولينا نشوفوا الان يعني الاغنيه القبائليه بطريقه جديده يعني حديثه، يعني انت قدمت الاغنيه بالطريقه الحديثه ولا اعتمدت على ربما الالات والموسيقى اللي عهدناها في الاغنيه القبائليه؟ يعني سي انا فاسون ميز البوم جي لابيتود اشاك فوا كون كي نجي نسجل ندير لي زانسترومون تاع بكري، الفيولون ما نخليهش، الناي، الكوالا سوا ديزون، يا دي لا باس اكوستيك، لا جيتار، يا تو سكيل فو نخدمهم، صدر هذو ما نخليهمش انايا. نعم، جميل. سي جوست يا لو ريتم يتبدل يعني شونجي يتأقلم مع العصر. نعم، اكزاكتومون. جميل. طيب إضافة على الألبوم الجديد كاين كذلك مشروع فيديو كليب؟ كاين في المونتاج دابور. نعم، سيتي بريفو هو من الألبوم يعني في الألبوم هذا. نعم، مش من الأغنية شونسون الحرام هذه اللي الحرام. نعم، كليبيت كاع كوماسيت نكليبي كاع باسكو لي شونسون الدخل باسكو عجبت الناس. الألبوم عجبهم. التصوير هو هنا في الجزائر؟ في الجزائر وي. دونك هذا قريب يكمل نورمالمون، سيتي بريفي يكمل البارح، نجيبو نجوزو كومبلي مي مالوغوزمون. معلش اذا كان بالامكان فقط مع الفرقه التقنيه اذا كان بالامكان انا نشوف الفيديو كليب. طيب راح نشوفوه فيما بعد. طيب سيدي الكريم، يعني في الفيديو كليب مع من تعاملت؟ يعني شفنا طريقه جديده يعني في الفيديو كليب. كنت في النهار الاول كنت حبيت نخدم وحدي. نعم، سي تقدر كي شغل يا دي بلاص دونك في الجزائر الحمد لله عندنا دي زوندرو شباب اي تو. نعم، يافي اوسي ميم استدار كوتي دو ماتيريال سوا دي زون لي كاميرا اي تو عندنا دونك في الجزائر ليماج بيان. نعم، يعني حبيت انك تضرب عصفورين بحجر واحد. اكزاكتوم. تنتج الفيديو كليب نتاعك وتوري كذلك جمال يعني الجزائر يعني. بارك الله فيك. دونك كنت نخدم في المناطق هكذا دي بلاصيت ان بي بارتو نخدم وحدي. نعم، استدار نفيلميه وحدي. ومن بعد كوم يافي الفيستيفال في تيزي وزو لا دونس افريكا، يافي ان جروب سيدي ماليا جاو لتما وعجبوني على كل حال في لا دونس هذيك تاعهم، وعندي الموسيقى هذه تاعي، عندي ان تي ريفرا كي شغل يتشابه الموسيقى تاعهم. الموسيقى تاع الافريقيين. معليش خلينا نشوفوا. شفنا ايقاعات جميله جدا يعني كما نقولوا مودرن، وكذلك شفنا حتى الفكره جميله يعني في طريقه عرض الفيديو كليب. حتى لو كان ربما بامكانيات بسيطه لكن فيه يعني نظره جديده. كما قلت لك كنت نخمم يعني مادام درت الرفر هذاك ميوزيكال يتشابه. نعم، كنت نخمم يعني ربي هذا نقول للمشاهد فقط بعض اللقطات يعني الفيديو ايه ربي ما يخلي ما حد توت فاسون. كنت نخمم يا ريت قلت له بالك في مورسو هذا لو كان يعني نصيب بالي دونس هكذا افريكا. افكتيفمون جاوا وحدهم بسهوله. جميل. والحمد لله تلاقيت معهم هضرت معهم وفرحوا بزاف. قالوا لي افيك بليزير اون بارتاجي لا كولتور كابيل الجيريا افيك نو سي ان غران بليزير.
وخدمت معهم. نعم. طيب كنا شفنا في المهرجان الجاي الأغنية الأمازيغية أنهم كانوا كرموا واحد من الأسماء اللامعة كمال حمادي. إذا كان بالإمكان يعني واش قلنا على هذه الشخصية؟ سيتان بليزير كمال حمادي واحد من الفنانين تاعنا تاع الجزائر جو سي با فا اي باسكو لي ان انترناسيونال لي ان بي بارتو و سيتان بليزير كي كرموا واحد هكذا في الحياه مما هو يحس بروحو راه عنده يعني مكانته في الساحه الفنيه. طيب نعاودو نرجعوا فقط الفيديو كليب. يعني دائما الفيديو كليب نتحدثوا عليه انه الفنان الجزائري دائما ما عندوش في اولوياته انه يقدم فيديو كليب. لما يقدم البوم ما يقدمش معه فيديو كليب. يعني ربما في المناطق الاخرى مثلا في الدول العربيه الشقيقه نشاهدوا كل فنان لما ينزل له البوم على الاقل فيديو او اثنين تابعين للالبوم. احنا واش السبب حتى حنا السبب درك كاينين في صدر في لي بريباراسيون كاينين بعض لي زارتيست ما يخموش لهذا الحوايج نورمالمون سي فري الالبوم مع الكليب لازم يكون لانه الكليب يعطي يعرف اكثر قبل ما يخرج الالبوم سور المارشي سو ديزون دار له لا بروموسيون قال فوالا اي لا شونسو يعني يعطي له لمسه خاصه. نعم فوالا دونك حنا لا حنا دي فوا نخدموا برك نسبقوا في الالبوم اكسيتيرا وما عندناش ثاني اوسي ما عندناش زعما للمناجير ولا شركات الانتاج شركه الانتاج اللي يشدو كون شارج بار اكزومبل دو كون شارج حنا لانه حتى الفيديو كليب لازم يكون فيه مختصين. انت شفت ان الفكره كانت فكرتك وطورتها ودرتها فيديو كليب. يعني في الدول الاخرى يعني كاين ناس مختصين في تصميم فيديو كليب كيما كاين مختصين في الموسيقى كاين مختصين حتى في اللباس اللي يتعرض في الفيديو كليب. يعني انت تشوف انه ما فيش يعني هذا الامر الغالب مازال ما لحقناش لهذه في رغم انه الجزائر قاره وفيها عندنا كل شيء تعدد تنوع في الطوبو ابليكيو هذه الحوايج قال يشوفوا ان شونتور عنده الاسم يعيطوا له لانه حتى على الاقل ماشي انت اللي درت لي الاسم ماشي مشكل بصح كي تشوف واحد بار اكزومبل بلي موايا تاعو دار اسم معروف على الاقل عيط له قال ولدي فوالا ماشي هكذا اللي تخدم الكليب ماشي احنا نشدو كون شارج نورمالمون تكون هذه مي مالوزمون. طيب الالبوم تاعك نزل خلاص الاسواق صافي يوسف يعني من اللي خرج الناس يقتنوا معنا السبعة عندنا شويه كويس. طيب باختصار فيها حفلات يعني راك كاين حفلات كاين اعراس دي مارياج كيما نقولوا احنا في الجزائر دونك فوالا عندنا لي غالا ورانا نخدموا ورانا نمشوا بلا بحول الله. اذا كمال نتمنى لك التوفيق ان شاء الله نشوفوا البومك عن قريب يعني الفيديو كليب ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا لكم دي سي دو تروا جو ان شاء الله نجيبوا لكم بحول الله كمال يعطيك الصحه شكرا الله يسلمك بارك الله فيكم تلفزيون النهار نشكركم بزاف بزاف على الخدمه اللي راكم تخدموها. العفو. وقناه دائما فاتحه ابوابها لكل المبدعين الجزائريين. يعطيك الصحه كمال. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعه والاصغاء. عوده الى زهر. شكرا.